الجولة الصحفية كنقدموها لكم من قناتكم شوف تي في. أهلا بكم. نسهلوا جولتنا من يومية المساء لعنوانات دعوات إلى إحالة وزراء ورؤساء جماعات على القضاء الجنائي. طالب حقوقي الجمعية المغربية لحماية المال العام الحكومة بإحالة ملفات وزراء ورؤساء جماعات ومؤسسات عمومية على القضاء. تفاصيل أوفر كتابعها بدات اليومية. وإلى يومية الأحداث المغربية، اضطرت السلطات الأمنية بمرتيل بتنسيق مع عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان في وقت متأخر من يومه الاثنين لاعتقال 5 شبان يشكلون فيما بينهم فرقة غنائية لفن الراب، بعد ساعات قليلة من نشرهم فيديو كليب لأغنية تحث على العنف والكراهية والعنصرية. ونختم بيومية أخبار اليوم تمديد منحة تجديد التاكسيات. أصدر وزير الداخلية والاقتصاد قرارا يقضي بتمديد أجل تقديم طلبات الاستفادة من منحة تجديد سيارة الأجرة واللي كان قد انتهى في أكتوبر من العام 2017، ويمدد القرار هذا الأجل إلى غاية نهاية دجنبر من العام 2021 بهدف تمكين المزيد من أرباب سيارة الأجرة من تجديد سياراتهم عبر الدعم العمومي الذي تخصصه الدولة لهذا الغرض. تفاصيل أوفر كتابها بدات اليومية. جولتنا الصحفية انتهت، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.